أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. كشف عضو اللجنة المالية جمال كوجر عن تخصيص 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد ديون خارجية مترتبة على العراق. وقال جمال كوجر إن الموازنة العامة لعام 2020 ستخصص بالأحرى مبلغا يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الديون الخارجية المترتبة على الدولة. وأشار إلى أن الدين الخارجي المستحق على العراق لا يمكن للحكومة سداده لو استمرت في سياسة الاقتراض التي تنتهجها، مشيرا إلى أن حجم الدين يحتاج إلى سياسة تقشفية أبعد ما تكون عن نهج الحكومة الحالية. أكدت لجنة العمل النيابية أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستضع الحكومة أمام ما وصفتها بالكارثة الاقتصادية. وأضافت اللجنة أنه في حال اعتمدت الحكومة سعر بيع برميل النفط ب 56 دولاراً ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 فإنها ستدخل الاقتصاد العراقي في نفق سحيق. وبيّنت اللجنة أن البرلمان سيذهب نحو تخفيض سعر بيع برميل النفط دون 50 دولاراً لتفادي العجز المالي المحتمل. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة أوبك قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2019، كما رجحت أن تسجل السوق النفطية فائضاً طفيفاً في 2020، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد العراقي بشكل مباشر. أعلنت وزارة النفط عن الإحصائية النهائية للصادرات النفطية والإيرادات لشهر تموز الماضي. وقالت الوزارة أنه حسب الإحصائية النهائية لشركة تسويق النفط سومو، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 110 ملايين برميل بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات دولار. وأضافت الوزارة أن مجموع الكميات المصدرة قسم بين حقول وسط وجنوب العراق، حيث بلغ أكثر من 106 ملايين برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي أكثر من 3 ملايين برميل. أعلنت وزارة التخطيط في العراق انخفاض معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6% خلال شهر تموز الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي إن مؤشر التضخم الأساس ارتفع بمعدل 0.3% عن الشهر السابق، وانخفض بمعدل 0.9% مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2018. وأضاف عبد الزهر الهنداوي أن معدل التضخم السنوي انخفض خلال شهر تموز من العام الحالي إلى 1.6% مقارنة مع شهر تموز من العام الماضي 2018. أعلن أمين عام غرفة التجارة الإيرانية العراقية حميد حسيني عن تصدير سلع إيرانية بمتوسط 30 مليون دولار يومياً للعراق. وتوقع حميد حسيني انخفاض الصادرات الإيرانية للعراق عن المستوى المسجل خلال العام الحالي على خلفية أسباب لم يذكرها. ولفت حميد حسيني لأن تذبذب سعر صرف الريال الإيراني أمام الدولار أثر على مكانة السلع الإيرانية في السوق العراقية، مشيرا إلى أن أكثر البضائع المستوردة من إيران تتمثل بالألبان ومعجون الطماطم وغيرها من المواد الغذائية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط.
بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.